أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، أرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. لن تصدق عمر الفنانة هناء نصور وكيف أصبح شكلها، وشاهد ابنها الوحيد ومعلومات قد تعرفها لأول مرة عنها. الفنانة السورية هناء نصور من مواليد 14 من يناير كانون الثاني عام 1966، وعمرها الآن 53 سنة. وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وانضمت إلى نقابة الفنانين السوريين في عام 1994. وكانت طالبة في الجامعة فرع الرياضيات والعلوم الإنسانية، ولكنها كانت مغرمة بالفن، وعندما اجتازت الامتحان بتفوق ونظرا لإصرارها اقتنع الأهل بدخولها في عالم الفن. وقد بدأت التمثيل في عام 1995، وكانت بدايتها الحقيقية قد ظهرت بالمشاركة في مسلسل أهل وحبايب في عام 1999. والفنانة السورية هناء نصور متزوجة ولديها ولد وحيد اسمه آدم. وعن سبب ابتعادها عن التمثيل قالت الفنانة هناء نصور: 12 عاما وأنا أنتظر ابني آدم، وعندما أكرمني الله سبحانه وتعالى بقدومه فضلت أن أكون بالقرب منه. وبدأت نشاطها الفني في عام 1995 حتى الآن. لم تكن الفنانة هناء نصور فنانة عادية، فقد بدأت أولى خطواتها مع مجموعة من الفنانين النجوم، ولكن الحظ حالفها فهي فنانة تمتلك موهبة ومفعمة بالطيبة والرقة، شاهدناها من خلال العديد من الأعمال. ومن أهمها مسلسل يوميات جميل وهناء، وقوس قزح، وخان الحرير، والثريا، والخيط الأبيض، وغيرها من الأعمال المميزة. وحققت الممثلة السورية هناء نصور الكثير من التواجد والحضور الجماهيري من خلال مشاركتها في مسلسلات، ومع أن الفنانة هناء نصور خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية إلا أنها اتجهت سريعا إلى التلفزيون كباقي زملائها الفنانين. لكنها مع ذلك تشعر بحنين واضح لخشبة المسرح وإلى الأداء والجمهور الخاص في هذا الفن العريق. وكانت قد قدمت العديد من الأعمال المميزة كان أهمها في التلفزيون من خلال الدراما والمسرح وعملين سينمائيين، منهما فيلم المصير المصري حيث كان لها مشاركة مميزة فيه.
وكذلك قامت بعمل دورة تدريبية في فرنسا لمدة شهر في اختصاص التمثيل. لأنها وإن كانت لا تمانع من وجود هذه المشاهد ضمن أي عمل درامي، غير أنها ترفض بشدة حسب قولها أن يعتمد العمل كليا على هذا الجانب. أو أن تتجه لدراما لتقديم مشاهد الخديعة والخيانة والعهر الاجتماعي، وكأنها ظاهرة منتشرة بقوة في المجتمع السوري. وأشارت إلى أن المجتمع السوري كغيره من المجتمعات يعاني من وجود بعض المظاهر والحالات الشاذة، غير أنها قليلة نسبة إلى السكان. مؤكدة أنها رفضت خلال العامين الأخيرين عددا من الأدوار التي تتمحور حول هذه الخطوط، لأن مشروعها بالحياة لا يتقاطع أبدا مع هذا التوجه. وأشارت الفنانة هنا نصور التي شاركت بثلاث أفلام سينمائية إلى أن الفنان السوري مظلوم من الناحية السينمائية، هذا الفن العريق الذي يمثل تاريخ الممثل كما تقول. مبينة أنها شاركت بعمل في مصر وآخر في إيران وثالث في سوريا بمشاركات بسيطة لعدم وجود رعاية من قبل مؤسسة السينما للممثل السوري. كما شاركت في بطولة العديد من الأعمال الدرامية، منها يوميات جميل وهناء، حروف يكتبها المطر، الأيام المتمردة، الخيط الأبيض، جريمة بلا نهاية، الهاربة، سوق الورق، وغفلة الأيام. وأكدت الفنانة السورية هنا نصور أن ما تحتاجه لدراما السورية اليوم هو أفكار جديدة ومبتكرة، بعيدا عن التشابه في الموضوعات التي تتناولها وأسلوب الطرح والتقديم للجمهور، مع سعيها للبحث عن حلول للمشكلات التي تعالجها. وأعربت نصور في تصريح عن عدم رضاها الكامل عما يتم تقديمه دراميا بشكل عام، خاصة وأنها ترى أن هناك حالات إنسانية أكثر عمقا يمكن أن تتناولها الدراما. ونوهت الفنانة إلى وجود دخلاء على الوسط الفني يأخذون فرصا لا يستحقها بعضهم، سيما أن الأزمة الحالية في سوريا واستسهال البعض للتمثيل دخلوا الوسط دون أن يمتلكوا ما يحتاجه هذا الفن من تمييز وإبداع. وأشارت إلى أنه لا يوجد احترام لخصوصية الفنان ومهنته وتعبه وتاريخه، خاصة مع وجود أشخاص يقبلون بأجور قليلة، مبينة أنها تعاني من قلة الأعمال التي تتمنى أن تتواجد بها.